فيما أكد الرئيس أهمية تقديم كل البيانات والأرقام الاقتصادية للمواطنين، وأضاف أن الحكومة في سباق لتوفير السلع الغذائية بسعر مناسب للجميع، مشيرا إلى أن الإصلاح الاقتصادي كان ضروريا لزيادة قدراتنا الاقتصادية. وأضاف خلال كلمته أن الفرق بين تكلفة تشغيل خط السكة الحديد والإيرادات كبير للغاية، ونواجه مشكلة كبيرة في تغطية تكاليف قروض تطوير مرفق السكك الحديدية، مطالبا الحكومة بمصارحة المصريين بكل الحقائق. نحن كدولة في سبق على أن احنا نوفر السلع دي بسعر مناسب مع كل الاعتبارات اللي بنتكلم فيها دي. الكلام ده مرتبط بقمح، مرتبط بسلع أساسية زي الزيت والسكر وحاجات أخرى تانية. اللي بيرتبط على ده او اللي قاله السيد وزير الزراعه في الموضوع ده بينطبق على استهلاكنا في اللحوم والدواجن وحاجات اخرى كتير. طب احنا بنقوله ليه؟ بنقوله عشان احنا نبقى عارفين ليه ظروفنا كده، ليه احنا الاحوال كده، وليه كان ضروري ان احنا نعمل اصلاح اقتصادي يخلي قيمه الجنيه قيمه حقيقيه لقدراتنا الاقتصاديه. سيادة العميد، هل هذه التصريحات هي مؤشر أو تمهيد لزيادة جديدة في أسعار الخدمات؟ لا شك، لأنه يعني كون العملة تبقى بالسعر العادل والسعر الحقيقي، ما هو بكل تداعيات، التداعيات دي هي زيادة في الأسعار. بيبقى في النهاية احنا بنوصل إن الجنيه بتاعنا بنتعامل معاه بسعره العادل عالميا. والا ما كانش بقى فيه فاتوره للاصلاح الاقتصادي، فالاسعار الزياده. لكن قضيه الدوله فيها الموازنه في ان تتدرج زياده الاسعار بحيث ما يبقاش صادمه، ويبتدي الانسان يتكيف سواء بزياده دخله او بتقليل نفقه. فيما قرر الرئيس تخصيص 1000 فدان ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان لأهالي قرية المراشدة بقنا، بعد استماعه لشكوى أحد أهالي القرية يدعى حمام علي عمر، والذي قاطع الرئيس والوزراء قائلا اللي المسؤولين بيقولوه لك غلط، في إشارة لتعويضات المضارين في المشروعات المقامة قرب قريته. وأمر الرئيس القوات المسلحة بتحمل تكلفة الأراضي المخصصة وتوزيعها من خلال لجنة ستضم عددا من الوزراء والمسؤولين. احنا هندي لأهل المراجدة مش 600، هنديهم 1000. تمام يا فندم، هنديهم 1000 فدان.